الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رافع السماوات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، ليس لنا يا الله رب سواك، ليس لنا يا الله رب سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا الله، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجز خيرا من كان سببا في جمعنا هذا في مسجدنا هذا، اللهم اكتب لهم الأجور، اللهم اكتب لهم الأجور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ الشارقة وحاكم الشارقة وولي عهد الشارقة ونواب حاكم الشارقة
وأهل الشارقة والمقيمين على أرض الشارقة. اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل معيشتهم كدا ولا هما ولا ضنكا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم على زين الرسل محمد وعلى آله وصحبه الأخيار.